بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 67. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما زلنا معكم أيها الإخوة المستمعون في برنامج من أحكام القرآن الكريم. قد توصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض كان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. وانتهى بنا القول في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. فنقول: وبالله التوفيق، هذا نداء من الله لجميع الناس، وإخبار لهم أن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بالحق من عند الله عز وجل. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى يطلب منهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه رسول الله إلى البشرية كافة، لأن لفظ الناس عام لكل البشرية. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فإنه بعث إلى الناس عامة، وكان الرسول قبله يبعث إلى أمته خاصة. فيجب على كل من بلغته دعوة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيبه ويدخل في دينه، من أي جنس كان وعلى أي دين كان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. ولهذا كاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك والسلاطين يدعوهم إلى الإسلام، ويأمرهم باتباعه صلى الله عليه وسلم. وهذا عمل بقوله تعالى: يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكما في هذه الآية: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. والمراد بالرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أنزل عليه
هذا القرآن، وفي هذا شهادة من الله جل وعلا له بالرسالة وأنه أرسله سبحانه وتعالى، وجاءهم بالحق من ربكم، فكونه حقا يوجب عليهم قبوله، كونه من عند الله يوجب عليهم الامتثال، لأن الله ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى، فلا تسعهم مخالفة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جاءهم بالحق من عند الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا: فآمنوا، هذا أمر منه سبحانه أن يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يقبلوا دعوته وأن يدخلوا في أمته. ثم قال: خيرا لكم، فالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم خير للبشر، لأنه يدلهم على الخير في الدنيا والآخرة، فمن آمن به حصل على الخير العاجل والآجل، العاجل في الدنيا من الأمن وسعة الرزق والسير على هدى وعلى بصيرة من الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار، السعادة الأبدية. وفي مفهوم هذا أن من لم يؤمن بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك شر له عاجلا وآجلا، ففي الدنيا لا ينجو من الكفر، ولا ينجو من القتل، ولا ينجو من العقوبات المعجلة، وفي الآخرة لا ينجو من النار، وهذا غاية الشر والعياذ بالله. ولهذا قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. فأن تؤمنوا خير لكم، وإن تكفروا فإنكم لا تضرون الله شيئا، وإنما تضرون أنفسكم، فإن من كفر بالله لن يضر الله شيئا ولن ينقص من ملكه سبحانه وتعالى، لأنه غني عن إيمان المؤمن، ولا يضره كفر الكافر لأنه غني عن عباده سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وعبيدا يتصرف فيهم كيف يشاء، آمنوا أو كفروا، ولكن إن آمنوا فذلك خير لهم، وإن كفروا فذلك شر لهم، فهم يعملون لأنفسهم ويجزون بأعمالهم، ولا يظلم ربك أحدا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.